اهتمامه بتاريخ القصر العتيق وتراثه ونمط حياة السكان فيه آنذاك جعل صالح باب حني يجمع حقبة من الزمن ضاربة في جذور التاريخ في بيته. حبيت باش يعني الدار هذه تكون داخل القصر ونجمع كل شيء اللي بقدر الإمكان، يعني ندير الأخر المجهودات باش نجمع كل الأصالة والتاريخ باش يعرفوا باللي القصر عنده هوية وعنده تاريخ وعنده ذاكرة. في هذا المتحف التقليدي جسد صالح القصر العتيق بهندسته المعمارية على شكل مجسمات صنعت بمواد أولية بسيطة جعلته تحفة تستقطب الزائرين والسياح حتى من خارج الولاية، وجعل دخوله مجانا خدمة لتراث المنطقة. حبيت أنا ندخل كل شيء اللي عنده طابع ولا عنده نفس تراثي ولا يعني تقليدي باش على الأقل يكون الأخر القصر يحافظ على الجمالية نتاعو التراثية الثقافية. بهذا البيت البسيط الذي اختزل تاريخ أقدم القصور الصحراوية يبقى تراث المنطقة مرهوناً بمدى ثقافة السكان لهذا الإرث السياحي.